من هناك ينضم لنا عبر الأقمار الصناعية تحديدا من ريف درعا مراسل أخبار الآن محمد الحراني. محمد أهلا بك معنا. تهديد جديد إذن لسكان المخيمات، هذه المرة بسبب المناخ، بسبب الجو، بسبب موجة الحر. كيف تبدو الأوضاع الآن؟ نعم خديجة، مساء الخير. معاناة المهجرين من أبناء درعا البلد اليوم لا تقتضي فقط على حرارة الطقس، بل اليوم النظام تم استهداف أحياء درعا البلد بعدة من البراميل وصواريخ الفيل. هناك وضع إنساني جدا يزداد سوءا، ولا سيما في المخيمات العشوائية في السهول التي لا تكون صالحة للسكن، وخاصة في هذه الموجة من موجة الحر. هناك انتشار للحشرات السامة، هناك انتشار للعقارب والأفلام فاعي. لتسليط الضوء حول المخيمات درعا، معي هنا رئيس المجلس المحلي لمدينة درعا محمد مسالمة. باشمهندس، لو تطلعنا أكثر عن وضع مخيمات درعا اليوم، ولا سيما درعا البلد قمتم سابقا بإعلانها منطقة منكوبة. أهلا وسهلا فيك أخي. أخي، تمر الآن مخيمات السكن في المزارع الجنوبية لمدينة درعا بأوضاع مأساوية نتيجة ارتفاع الحرارة والأوضاع الصعبة واستهداف المستمر لقوات النظام حتى للمزارع. طيب باشمهندس، اليوم انتم في مخيم الشياح بالتحديد، هناك حاله من التذمر بسبب ارتفاع درجات الحراره، ما هي الاجراءات التي اتخذتموها لمثل هذه الاوضاع في مخيم درعا؟ والله هو المتطلبات للمجلس المحلي كبيره جدا، والامكانات الموجوده قليله للغايه، يعني عم نحاول احنا قدر المستطاع نامن المياه. يعني هاي الشيء اللي بالمستطاع حاليا نقدر نقدمه للناس. يعني كم هو عدد المخيم بالتحديد؟ كم يقطنهم من المدنيين؟ وما هي اوضاعهم الحاليه؟ هو مخيم، معنا مخيم، ما فيش عندنا مخيم، عبارة عن تجمعات بسيطة من 5 إلى 10 خيم، وفي بيوت يعني مسبق بيوت بنيت على عجل، يعني سطح من الزنك أو من الزينجو. ما بنقدرش نعمل تجمعات كبيرة مخيمات لأنه دغري بيستهدف النظام، والنظام عم يستهدف حتى البيوت المتفرقة. يعني عم بنحاول نقدم اللي بنقدر عليه يعني في ظل الامكانات البسيطه الموجوده بين ايدينا. اليوم في اعلن مجلس بلده صيدا واعلنت بعض القرى عن انتشار حشره سامه بسبب الاجواء الحاره في محافظه درعا. ما هي الاجراءات التي اتخذتموها انتم في مثل هذه الظروف؟ والله احنا بالنسبه لمزارع درعا الجنوبيه، يعني انتشار العقارب والافاعي يعني شيء مألوف للغايه، يعني بالمزارع في منطقه شبه صحراويه، يعني هي عم نحاول نتواصل مع المنظمات تأمين مبيدات حشرية، تأمين شيء يوقي الناس شر العقارب والأفاعي. يعني شكرا سيادة أستاذ محمد، أعود لك يا خديجة. كما سمعنا من المهندس محمد مسالمة أن هناك أوضاع صعبة في مخيمات العشوائية في محيط درعا بسبب هجمة النظام في الفترة الأخيرة على أحياء درعا البلد. فالجدير بالذكر خديجة أن مدينة درعا تعرضت لعدد كبير من الصواريخ والقذائف المدفعية، أدت إلى تهجير ما يقارب 35,000 نسمة إلى المخيمات والسهول التي لا تصلح للسكن، وهناك انتشار للحشرات السامة ولا سيما العقارب والأفاعي. شكرا لك محمد الحراني مراسل أخبار الآن، وشكرا لضيفك الكريم. كنتم معنا بالأقمار الصناعية مباشرة من ريف درعا.